لا لا ولا، لم تعد فساتينكم على الموضة منذ أسابيع. أنا أريد شيئاً جديداً يا رجل. حسناً، لدي هنا قطعة ثورية جداً. لكن يفترض بي ألا أعرضها قبل يوم غد. يتكتم المصمم عن اسمه. هو مصمم مشهور جداً بحيث يفضل ألا يكشف عن هويته الأصلية أبداً. إنه جميل جداً، سوف أشتريه حالاً. غداً على قناة الموضة سيتم الكشف أخيراً عن هوية المصمم الحقيقية خلال مهرجان الموضة. أوه، هذا رائع حقاً. من يكون برأيكما؟ أؤكد أنه كالفن أو تومي أو جورجيو. ثمة وسيلة واحدة لاكتشاف ذلك آنساتي، اسألنا المنجم تيريزياس العرافة الثاقبة الفكر. مرحباً، أنا أدعى كلوفا. وأنا أدعى أليكس. وأنا أدعى سام، وأنت نصاب. فهمت الآن، لدينا متشكك هنا. الجميع يعلم أن التنجيم خداع، ولا سيما في المراكز التجارية. كيف تستطيعين قول ذلك وأنت لم تجرب الأمر أبداً؟ حاولي، الجلسة الأولى لك مجاناً، سوف تحصلين على مبلغ من المال وسوف تقومين برحلة غير منتظرة. هذا كلام فارغ، هيا بنا صديقتان. إلى اللقاء تيريزياس. أخبريني، ما رأيك عزيزتي؟ هل تصدق صدقان هذه الأكاذيب؟ كما لو كنا نستطيع حقاً أن نتنبأ بالمستقبل. أصبحت غنية. أصبت بالحمار، إنه أمر لا يصدق. أنا أشعر بالغثيان. لا، ليس هذا، لم يكذب تيريزياس، تحقق كل ما قاله. سأقبض مالا وأقوم برحلة غير منتظرة. جيد أنني وجدتكن هنا، فقد بلغني خبر مزعج، لقد فرت هيلغا فون جاجن من السجن. مصممة الأزياء المجنونة التي أرادت تحويل الناس إلى معاطف فرو. أجل، هي بنفسها. أنا أكرهها كثيرا. يجب أن تعاود دخول السجن، علينا تنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن يا فتيات. لا أعتقد أنها هربت لتنشق الهواء النقي فحسب، إنها تخطط لشيء ما. تماماً، وأنا أحتاجكن لأعرف ما هو. انظرا إليه، هذا خادمها البغيض ترود. في الحقيقة يبدو لي شريراً أكثر من ذي قبل. أما أدواتكن في هذه المهمة فهي التالية: ساعة رقمية ماسحة، وأحمر الشفاه، وملقة شعر، ودراجات بتحكم صوتي. واو، إنها رائعة. تذكرنا أنها دراجات بتحكم صوتي. هذا ممتاز. ضعي في ذهنك ولا تنسي أن صوتك يتحكم بها. لديك دراجات احتياطية صحيح؟ من يعلم؟ لقد شهدت بثياب عاملة تنظيف في المرة الأخيرة. أعتقد أنني وجدت ثيابها التنكرية. بدلت ثيابها في الداخل؟ يا للقرف. ولأنني لا أرغب بلمس أي شيء، حان وقت مسح الثياب. وجدت دليلاً سيرشدنا إلى الشريرة؟ لا، لقد وجدت ما يكفي من الجراثيم لإقناعي بعدم تناول الطعام هنا. إذن لم يتبقى أمامنا سوى استخدام الطرق التقليدية أو طرح السؤال مباشرة على المستقبل.
خط العراف الساخن، اطرحوا أسئلتكم، فالعراف الثاقب الفكر يعرف الجواب مسبقاً. تيريزياس، أنا سام، تحقق كل ما قلته لي 100%. أنت تمزحين، أعني هذا رائع، رائع جداً. لدي لغز أود استيضاحه، وكنت أتساءل إن كان سكوت. الجواب الذي تبحثين عنه هو في الداخل. الجواب الذي أبحث عنه هو في الداخل، إنه في الداخل. إذن لم يكن يجدر بنا أبداً الاتكال على مواهبنا التجسسية. الجواب في الداخل. جيب خفي، دليل. المخازن الصناعية 614 جادة هايدن ذهبت إلى هناك. بالتأكيد. تيريزياس، أنت مذهل حقاً. إذن هذا هو المخبأ؟ هذا ما جئنا لأجله. سام، هل تأتينا معنا؟ فلندخل. أنا رئيسة جمهورية، هذا جنون. ستتصل بك لاحقا. إن كان هذا هو المخبأ فلابد أن يطلعنا هذا الحاسوب على ما تحضر. لا أصدق. ماذا حصل سام؟ هل وجدت خطتها الشريرة؟ لا لا، هذا ليس حاسوب هيلغا، وهذا المكان ليس مخبأها. نحن في مخزن مركز بيفرلي هيلز التجاري. هنا يخزنون الأزياء الحديثة. قبل أن يتم عرضها. إنها أحدث التصاميم، ولأهم المصممين أيضاً. كما لو أننا صعدنا مباشرة إلى القمة. آسفة تيريزياس، لقد قطعنا. إذن قل، ما التوقعات الجديدة؟ أنت سوف تكتشفين كنزاً ثميناً يتمنى الجميع الحصول عليه، ثم ستتعلقين بالموضة أيضاً. هذا كنز حقيقي، وسنكون أول من يجربها على الإطلاق. لا أصدق، التشكيلة كلها، الثياب، المكملات، كل شيء هنا. لقد أصبت من جديد تيريزياس، أتصل بك لاحقاً، لدي أمر هام أقوم به. واو، أنا أعشق وظيفتي. لا، ماذا كنت تقولين؟ أنا أنيقة جداً لدرجة أنني لم أسمع شيئاً. مضحكة. هذه أنا، من الأفعى تتشبث بعنقي. هل ستدعاني قدمي قليلاً أم لا؟ حسناً، لن أدع قبعة سخيفة كهذه تفقدني صوابي. إن بقينا مثبتات في هذه الألبسة، كيف سنكتشف خطتها؟ ترود يتكلم، الطلبية الأخيرة في مكانها. جيد، عد إلى القاعدة. إن كان ترود من يسلم التشكيلة فهذا يعني أن المصمم الغامض ليس سوى الهاربة هيلغا فون جاجن. وعوضا عن اكتشاف خطتها المجنونة، نحن نرتدي ملابسها بأنفسنا. سائقون ماهرون يلاحقونني. حسناً.
حذاري أين تذهبان. يجب ألا يكتشف ترود أمرنا قبل أن يرشدنا إلى هيلغا، كما أذكركما أني لا أشكل خطراً على السلامة. من السهل عليك قول ذلك. أجل، أنا لا أرى شيئاً، كما أننا لسنا نقود بسرعة. ماذا؟ الجاسوسات الصغيرات مجدداً، سأجعل منهن هذه المرة حسناً. توقفي. أتعتقدان أنه رآنا؟ سيري بسرعة. أنا لا أرى شيئا، وأنا أيضا. هل تثقان بي؟ لا، آسفة، لا خيار أمامكما. يسار، يمين، يسار، يمين. هيا أسرع يسار. تماماً كما فيما مضى، أليس كذلك؟ لا أتحمل، بدأت هذه القطع تصيبني بالدوار حقاً. أنت تستطيعين أن تتنفسي على الأقل. أعرف أنكما تتألمان، ولكني أشعر بأن الحذاء سيخرج من عيني. يسهل عليكن الانتقاد، وماذا تعرفن عن الأمر؟ أنتن لا شيء، أنا أحكم مملكة الموضة. حقاً، لقد انتهت موضة فون جاجن منذ عام 94. هذا لأن مملكتي انهارت بسبب معجبي المزاجيين محبي الصراعات الذين تخلوا عني كما لو كنت جورباً بالياً. أما الآن فسوف أنتقم أخيراً من عالم الموضة الذي خانني بصراحة ذات يوم. أتحصرين زبائنك الأبرياء في سراويل ضيقة؟ هل هذا هو انتقامك؟ هذه هي المرحلة الأولى فحسب. عرضت مجموعتي الجديدة هذا الصباح، والآن نفدت بالكامل من محلات بيفرلي هيلز. وأعتقد أنكن لاحظتن أن ملابسي غير قابلة للخلع وباقية إلى الأبد. وقريباً سيصبح ضحايا الموضة المساكين أسرى ابتكاراتي، وعندما أكشف أخيراً عن هويتي على قناة الموضة يحين موعد المرحلة الثانية. ستنطلقين أيضاً في عالم توزيع الحلي المقلدة؟ في الواقع كنت أفكر بشيء أكثر وحشية من هذا. ما إن أضغط على الزر حتى تبدأ كل قطعة من مجموعتي بالتقلص، إلى أن ينتهي الأمر بلابسيها مهشمين تماماً كما أتمنى. هذه ستكون النهاية. كنت أجد سراويل للجينز ضيقة. أيتها المسكينات، لا أريد أن أضغط عليكن، ولكن قريباً ستشعرن بالأمر يحدث تماماً كما وصفت لكن. والآن قبولاتي ينتظرونني في مهرجان قناة الموضة. استمتعن بأوقاتكن. إن استطعت خلع هذه الملابس ذكراني بشراء حذاء رياضة. مرحبا، معكم جين ليفرز مباشرة من قناة الموضة. التوتر في أوجه. بعد لحظات معدودة نعرف الإجابة على السؤال الذي يطرحه الجميع: من هو المصمم المجهول؟ حتى أنا لا أعرف، رغم أنني أعمل في عالم الموضة، لكنني أعشق هذه الألبسة التي أعجز عن خلعها. أنا أعلم ما أقول. هذا مؤلم. إن لم نخرج من هنا لابد من أننا سنواجه مشكلة كبيرة. يجب أن نقول له ذلك. هذه المرة لن تنجينا أبداً يا فتيات.
لدي الملقة العمومي سام، قد أستطيع تحرير يديك. انتظري، إن اكتشف أمرك سيطلق صفارة الإنذار، يجب أن نصرف انتباهه. عفواً، لكن هل لي بقبعة أخرى؟ من ناحية التصميم هذه القبعة صيفية وبشرتي تميل إلى الخريفية. هكذا إذن سينتهي بكنا الأمر طعاماً للكلاب، والآن اصمتنا وإلا قضيت عليكن بضربة واحدة، هل هذا مفهوم؟ كلوفر الآن! ستدفعنا الثمن غالياً! إنه موثوق بالكامل، إن لم نخرج الآن لن نخرج أبداً. أوقفوهن! النجدة! لا! انطلقي! والآن حان الوقت الذي ينتظره العالم أجمع، سيكشف لنا المصمم المجهول عن هويته. أيها المصمم، هل أنت هنا؟ احذر من أكون. هيلجا! هيلجا فون جاجن، أنت مجنونة تماماً، أقسمت ألا أرتدي تصاميمك أبداً منذ معاطف الفرو البشرية الفظيعة. هيا بسرعة اخلعوا ملابسكم. أخشى أن يكون الأمر مستحيلاً يا أعزائي، والآن بعد أن شرفتموني بارتداء ابتكاراتي ستستطيعون ارتداءها حتى النهاية، أؤكد لكم. اسمعي سيدتي، أنت موقوفة. هيا أيها الرجال. مشاجرة، ممتاز، سيزيد عدد المشاهدين. هذا مزعج صحيح؟ صحيح أن هذا الحذاء ألمني كثيراً، لكن فيه قوة ما. إن كان علي توقع شيء فستذوقون المر. أين ذهبت الشريرة؟ الانتقام طبق يؤكل بارداً. للمحافظة على الرشاقة. أنستي، تريدين بعض الشاي؟ النجدة! البخار! البخار يحل المشكلة! لأن هذه الملابس تتجعد بمفردها، كل ما علينا أن نفعله هو تعريضها للبخار. لقد استطعت انتزاعها. لله، لقد نجوت. لقد أفسدت تسريحة شاري. توقفوا مع الإعلان، توقفوا مع الإعلان. لقد ذاع صيت هذه المجموعة في السجن. وبعد أن تقومي بمناقشة اتفاقية السلام العالمي، تفوزين بالميدالية الذهبية بالتزحلق على الجليد في الألعاب الأولمبية. حقاً؟ وبعد ذلك ماذا؟ آسف سام، لقد تعبت قليلاً قدراتي على التنجيم. إلى اللقاء في المستقبل. تيريزيا سوا مهرج محترف أصيل.
تيريزياس ليس سوى مهرج يدعى توني. وتوني ذاك ليس سوى نصاب كبير جداً. أوه انتظرا، أريد أن أعلن أمراً أنا أيضاً. سوف يفقد تيريزياس قريباً أفضل زبونة لديه.